متواجدين معكم اليوم من دبي في الإمارات العربية المتحدة. رحلتنا غادي تكون أحد الأماكن الأكثر جذب للزوار في العالم. إحنا متجهين من دبي إلى القرية العالمية. زوينين، اليوم انا كنتواجد في المحطه ديال الباص هنايا في دبي جلوبال فيلاج اولا القريه العالميه. اللي بغى يمشي ليها فكاين بزاف ديال الطرق، عن طريق السياره ديالك الا عندك، وكتاخذ ما عليك غير الطوموبيل ديالك وكتمشي، اولا تاخذ سيارات اجره كذلك. وكاين لي باص، هاد لي باص هادو تقدروا تمشيو فيهم ب 13 درهم، كتاخذوا الباص 104 104 هو اللي كيديكم حتى للبلاصه بالضبط، وكتنزلوا تما وتستمتعوا. هادشي علاش ما تبخلوش علينا بالضغط على زر لايك لتحت وتشاركوا معنا. مرحبا بكم مع هاد البلاصه الشعبيه، ويلا نطلق مع بعض. وهذا هو المدخل، منين كيدخلوا وكتوريهم التيكيت باش يخليوك تدخل لداخل. التيكيت كتاخذها بطبيعه الحال اونلاين. ودابا غادي ندخلوا الجناح ديال اليمن ونشوفوا شنو كيعرضوا فيه بالضبط. تعرفوا واحد القضيه باللي اليمن حبيبي تيسان الله يحضرك فيه، منور قناتك اليوم والله حبيبي الله يحفظك. شوف اقول لكم شيء، انا بقول لهم على الفلوق انه اليمن معروفه كثير بانتاج العسل الحور بالخصوص. على طول اي جابوني من عندك من خلالك انت حبيبي تيسان، بارك الله فيك حبيبي الله يحفظك. ايش رايك؟ والله ممتاز يعني الشكل حلو. من المغرب، نور الجناح يا حبيبي بارك الله فيك. بسم الله نذوقوا العسل ديالهم. تعال قبل معاه. اوه شيء ممتاز ما شاء الله. مرحبا اهلا وسهلا، ممكن تعطينا نبذه عن العسل اللي توفروه هنا؟ عسل السدر، عسل السمر، عسل الزهور. اي هذه ثلاث انواع اللي معروفه عندكم في اليمن. نعم ما شاء الله. اكثر نوعيتين مشهورين عسل السدر الدواني وعسل السمر الخضر. الشباب شباب اليوم غادي نسولوا على العسل اللي عندهم نادر موجود عندهم في اليمن والثمن ديالو، وغادي نشاركوا معكم العلاش ان اليمن بشكل عام معروفه بالعسل. شوفوا معايا هاد البلايص كاملين ديال العسل. هذا هو العسل العصيمي. ايوا جبل رقم واحد النحل الصغير رقم واحد. ايه شو يعني عصيمي؟ منطقه جبليه. كم هذا للتر الواحد؟ الكيلو الواحد يبيعه ب 2000 2000 درهم اماراتي. ايه نعم. ما شاء الله تبارك الرحمن. طلعوا معي شباب، هذا هو اغلى عسل كاين عندهم، غنتذوقوه. ترى الحين كم عطيتني؟ 20 درهم؟ 20 درهم. شوفوا شكون جا هكاك، والله ما راح اتقدم عليك. شوفوا معايا صديقي غادي تذوق اغلى العسل اليمني. حسوني من مصر، كيف هو المذاق؟ جميل حلو؟ جدا. اوه ترى كم سعره هذا؟ 2000 درهم للكيلو. 2000 درهم؟ على حسب كلامه صحيح؟ اي نعم. حبيبي والله مذاقه يعني مبين عنه. عسل عسل عسل. اوه واحد المذاق فيها اخوتي ما تتخيلوش صراحة. مشكور على المعلومة حبيبي. حياك الله. الله يحفظك بارك الله فيك. شكرا. خلاص. ما اخوتي ما مصدق انني العسل اللي تذوقنا عاد دابا ب 700 دولار للكيلو يا اخي. 700 درهم يعني زيه نعطانا تقريبا ثمن 50 درهم في الملعب. 2000 درهم. 2000 درهم. 2000 درهم اماراتي للكيلو جرام. واو. شيء خرافي بس يعني تجربة حلوة. باش نحطكم في الصورة أكثر وتفهموني الفكرة من هذه القرية العالمية، هي أنه عوض ما تسافر دول العالم كاملة وتكتشف الثقافة ديالهم والتقاليد ديال التقاليد ديالهم والعادات كلها، هنا في دبي حطوها على هذا الشكل، كل جناح في دولة معينة. مثلا دابا هنا ورايا كاينه دولة مصر، دابا غادي ندخلوا لمصر ونكتشفوا العادات التقاليد ديالهم داكشي التراث ديالهم كله. يلا ندخل. نفس الشيء حتى هما عندهم الحوايج بزاف، وهادو واحد التراث الشعبي ديالهم ديال الرقص معروف عندهم هنايا، بالاضافه لهاد المنحوتات ديالهم ديال الفراعنه.
حبيبي اصور عادي مو مشكله. آه الله يحفظك ويبارك فيك حبيبي. يلا بارك فيك. هذا تبع التراث الشعبي بتاع ميسر صحيح؟ دي الرياضه المصريه مش تراث مصر، دي الرياضه مصر. رياضه رياضه بس رقص يعني. رياضه يوم الخميس. اوكي اوكي نايس. وده ورق برضه بينور في الضلمه بيوزع دارك هاند ميد ماتيريال. اوكي لما تطفي الكهرباء يبين عليه. نايس نايس. رسام ممكن اكتب لك الاسماء باللغه الفرعونيه. ايه ما شاء الله عليك تبارك الله، والله تشرفنا انك مرة رسام من مصر. حبيبي شو اسمك؟ احمد شرفين ما شاء الله عليك. منين؟ من المغرب. انا انت زوينه بالزين. انا زوينه يا اخوي، ردني بنت قال لي زوينه. زوينه للبنت ان شاء الله. تحش عندك بنت ولا انت زوينه تيتيزا؟ تذكر تيتيزا زوينه. ايه تيتيزا؟ تيتيزا معناتها بنت جميله. تيتيزا تيتيزا متاكد ولا؟ والله شوف والله صراحه اصل تيتيزا في مصر مش كده خالص. لا لو انا عايز تخيل مصريين الحين مروا امامي من هنا بيقولون على انه عن غير تيتيزا عندكم في مصر. غير. بس احنا في المغرب بنقول تيتيز لشاب حلو زوينه وتيتيزا. انت شوف الدراري وكي يكسبها. انت بتتكلم والله اقسم بالله يا اخي. حتى المحتوى ما ينفع، حتى المحتوى اللي بنسله ما ينفع اكذب على الاصدقاء. تفهم علي؟ زوينه ايه؟ زوينه تيتيزا. تيتيزا ايوه بدون تي مش تي، تيتيزا فقط. اعطيني لو سمحت. اوكي زي كذا اكتبها بند. تيتيزا زي كذا. اوكي تمام. اي زوينه تيتيزا. زوينه بزاف تيتيزا. انا ما يعود عليك. شوف اي وحده دخلت عندك قلت لها زوينه تيتيزا غادي تطيحها كذا. طيح بمعناها راح تنبسط. حبيبي الله يحفظك يا احمد. شكرا لك بارك الله فيك. وشوفوا ما شاء الله الميسريين والله لما نبسطين حبيبي بلبلين هنا عند ميسريين. وصلنا للبلاصه المهمه اللي طالع عليها الفيلم كامل وهي المغرب. دابا غادي ندخل مع الشباب صحابي اللي من مصر المغرب واجيو نشوفوا شنو عارضين في الجناح ديال في المدخل ديال الجناح ديال المغرب. كنلقاو ابن بطوطه حاطين واحد التمثال ديالو هنايا وهذه حاجه زوينه كتفرح. اقول لك شيء حبيبي، تعرف ابن بطوطه من اي منطقه من اي مدينه؟ ها طنجه. خلاص لعتك قراتها هناك. لا ايه صح. ترى بنا بطاطا سفر العالم كله يا اخي بعدين. يعني سوكر هذا يعني اشهر كثير. وعجبني انا كثير التمثال اللي حاطين لي والله الا تمثال حاطين لي واعر بزاف عجبني. اجيو ندخلوا المغرب ونشوفوا شنو فيه. يلا على بركه الله. اشنو كيبيعوا في المغرب؟ طاجين وداك العالم كامل اللي كتشوفوا هنايا. والا دخلنا الدخله تلقاو اتاي مغربي وتلقاو داك الشيء كامل بلا رد وداك الشيء كامل. حسنا لما ان شاء الله يا رب يسر لك تتزوج لازم تلبس الزوجه المغربيه تلبسها القفطان المغربي هذا. ايه ضروري تلبس القفطان المغربي الزوجه ان شاء الله لما تتزوج، ولو انك تزوج من بلد ثاني. زوج من المغرب ان شاء الله. ان شاء الله يا رب تناسب معانا. خلاص ان شاء الله ليش لا، يعني ما تعرف نصيبي وين. هنا خوتي عارضين الحوايج ديال المغرب، ما شفت شي حاجه زعما ديفيرنس مختلفه من غير القفطان من غير دوك العبايات وداك الشيء كامل. مي دابا حنا داخلين في داك الجناح ديال الشمال بحال قلتي شفشاون، بحال قلتي دوك الالوان ديال الشفشاون. قلب ليكم باش تشوفوا. هذا جناح ديال مراكش، يعني صناعه تقليديه خاصه بمراكش. هيا هنايا سلام مغربي بالحطه ديالو كامله، شيء زوين صراحه. هنايا كيبيعوا كاع الحويجات ديال المغرب، عندهم علاقه بالمغرب صراحه. بلاصه زوينه. أنت في شفشاون حاليا، مدينة في المغرب تسمى بشفشاون. هي شكلها
هي شكلها في المغرب زي كده يعني باللون الازرق وبهالطريقه هذه على البحر. مش على البحر، هي مدينه صغيره وسط الجبال، ثم شفشاون لازم تزورها اذا جيت هناك. اللي جا على المغرب اخوتي لازم يزور المنطقه هذه اللي سميتها شفشاون، حيت هذا المعمار اللي كتشوفوا هذا اللون اللي حاطينه هنايا كيميل داك اللون الازرق اللي معروفه به بزاف. حتى الخراز دايرينه هنايا، قاد البلغات داكشي صناعه تقليديه. تبارك الله عليك. السلام عليكم عمي، كي داير؟ لاباس عليك. معاك خوك مغربي ماشي هاني نصور معليش. تبارك الله عليك، شخبارك؟ الله يحفظك الحبيب ديالي. شنو السميه؟ انا ادريس. ادريس ما شاء الله، شوفوا معايا احنا مع السي ادريس هنا كينقش على النحاس صحيح، كيتصوروا هنا مورايا. احنا كاينين دابا في الجناح ديال السعوديه. اللي بغيت نقول لكم جناح السعوديه باش غيكون معروف في نظركم من غير التمر والعطور والعبايات، هادشي اللي عندهم باش معروفين اكثر، يعني داكشي اللي كاين هنا بزاف، حيتاش البلاصه ما كبيراش بزاف باش يعرضوا فيها اشياء ثانيه. هنايا عندنا العبايات، هذه البلاصه السعوديه الله، والتمر عندهم هنايا والاشياء هذه اللي كيعرضوها بزاف، والعسل حتى هما عندهم العسل، ها هو فين حاطينه هنايا. هذا هو التمر عندهم، هذا العجوان اعتقد اسمه العجوان، اشهر التمور اللي موجوده في السعوديه. الانواع التمر المعروف في السعوديه اشهرها يعني العجوه هو ده نفسه صح؟ ممكن نتذوق ده في من؟ هذا شباب من بلدك ترى، من مصر. انا بسم الله. سامحني راه نتذوق. هذا اغلى تمر كاين في السعوديه العجوان. ايه عايز كيلو 50 ممتاز، ولكن هذا كيبان لي مشحم واعر مع اقتراب رمضان. واو صراحه ماشي بالسهل باش تدور هذا الشيء كامل وتدخل لين. هذه هنايا ايران مورايا كيفما كتشوفوا، هنايا ايران، ومن بعد هنايا قدامي غادي تلقاو الهند. هذه الهند ما دخلناش ليها صراحه، بزاف البلايص مورايا دايرين واحد الفكره زوينه بزاف، هي كل مدينه اولا كل اكل ديال شي بلاد مخصصين له واحد الكيوسك معين، يعني اي حاجه بغيتي تاكلها تقدر تطلبها من هذا الكيوسك اللي مورايا. يعني مثلا كاين الاكل ديال البوسنه، كاين الاكل ديال المغرب، الاكل ديال مصر، اكل ديال سلطنه عمان، وكاع البلدان هنايا مورايا كيف ما كتشوف. صراحه فكره زوينه، بولفار طويل بزاف، وتقدر انت وانت كتشم في الريحه وتختار النوع ديال الاكل اللي بغيتي تاكلو بالضبط. ويلا ونشوفوا شنو غناكلو حنا ونجربوا ان شاء الله. حنا غادي ناكلو في البوسنه، هذا الاكل ديال البوسني. دايرين واحد الفيستيفال هنايا زوين بزاف، فيستيفال وانت كتسارى وكتدخل لهاد الدول كاملة اللي تزنا منها، دايرين فيستيفال كيجيبوا فيه فنانة مشهورين بزاف كيغنيو وكتحضر. ولكن الشكل اللي هنا في الخلف ديالي فكرني فقط داك الفيستيفال ديال تومورو لاند، واحد الفيستيفال معروف بزاف، دايرين الشكل ديالو هنايا. اجي نمشيو نقلبوا على شي بلاصة فين نجلسوا ونستمتعوا بهاد الفيستيفال ونذوقوا ونجربوا الكباب البوسني. معروف بزاف يلا. وصادف حضورنا القرية العالمية حفل بالقيس، وهنا حيت الصوت باش ما تشحناش الكوبي رايت في الفيديو. اما دابا جينا للجناح الخاص بدولة الامارات العربية المتحدة، ويلا ندخلو ونشوفو شنو موجدين لينا تما. ودابا غادي نساليو الجوله ديالنا اللي كانت في القريه العالميه وسط البولفار اللي مورانا اللي صرعوه بزاف. برو قول لي كيف حسيتي، كيفاش كانت التجربه؟
لا بصراحة تجربة جميلة جدا ما شاء الله، المكان تحفة جدا، ممتعة ممتعة جدا جدا صحيح. جدا تجربة جديدة صحيح والله ما شاء الله حد يجربها طبعا ان شاء الله. والله لازم تجربوا يا شباب، لان ما شاء الله في دبي هنا والامارات سووا شغل يعني ممتاز، لخصوا عليك كثير على اساس انك تسافر لدول كثيره باش تعرف الثقافه ديالهم الى غير ذلك، فممكن تجي لهنايا وتعرف بزاف ديال الدول تخليها بحال تركيا هي مورانا الى غير ذلك، لا ما تحتاج انك تعد تسافر لمكان ثاني، فشغل ممتاز فما شاء الله على بلد الامارات العربيه المتحده شعبا وشيوخا وعلى راسهم الشيخ محمد بن زايد فما شاء الله عليه تبارك الله.